اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. ظهر الدين المؤيد في ظهور النبي أحمد ظهر الدين Oh,
الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tua Imam, Ahli Jawatan Kuasa, Surau Hijrah, Muslimin dan Muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada kuliah ini saya akan sebutkan nanti satu ayat daripada Surah Ali Imran, ayat yang ke-31. Selesai dalam 15 minit mengupaskan sepotong ayat, izinkan pula saya menyebut beberapa persoalan yang ditanya. Tuan-tuan tak boleh tanya. Soalan ni dah tanya awal lagi.